نحن هنا اليوم نتظاهر في يافا لنطلق صرخة احتجاجية، صرخة واضحة وقوية ضد الظلم والتمييز بحقنا. نحن هنا لنقول للسلطة وأذرعها المختلفة خلص بكفي، يكفي تمييز ويكفي عنصرية. نقول لوزارة الإسكان، نقول لوزارة المالية، نقول لعمدار، نقول لحلميش، نقول لبلدية تل أبيب، يكفي تمييز ويكفي عنصرية. نطالب بحقوقنا جميعها وعلى رأسها الحق للمسكن، حق كل إنسان، حق أساسي لكل إنسان أن يكون له بيت يأويه، بيت يستطيع أن يسكن فيه ويبني به عائلته ومستقبله. يافا تعاني من ضائقة سكنية ومثلها يعاني مناطق كثيرة أخرى، وبالذات المناطق المهمشة، الضواحي المهمشة في مدينة تل أبيب، المجتمع الفلسطيني في جميع المدن والقرى المختلفة في النقب وفي الشمال، في الجليل، في المثلث، في جميع المناطق. أيضا البلدات اليهودية وبلدات التطوير تعاني من تمييز وتعاني من عنصرية في توزيع الموارد. نحن هنا موحدين من سكان يافا العرب واليهود، من سكان اللد والرملة، من المثلث، من الجليل، من الحارات اليهودية في تل أبيب، ومن مدن وقرى يهودية أخرى. وبالأخص بدي أذكر حارة التكفة اللي شرفونا بوجودهن، وهذا مش أول مرة بنعمل تعاون معهن، فبدنا نحييهن كمان تحية خاصة.